السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم طيبين، معكم محمد. اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. طبعا يا شباب، بالنسبة لهذا الفلوق ان شاء الله راح نسوي اشياء كثيرة. اول شيء راح نسوي ان شاء الله راح نتمرن اول شيء على النطيطة، بعدها راح نروح للجبال وراح نتمرن ان شاء الله هناك باركور، وثالث شيء ان شاء الله راح نسويه واكثر شيء صراحة متحمس له اللي هو راح نجيب النقازة وراح نحطها في السور اللي صورت فيه مقطع من اول اللي هو السور على البحر، راح نحطها هناك وراح نسوي حركات من النقيزة على البحر، وان شاء الله نسوي حركات حلوة ترى اعجابكم. بس في مشكلة من الفلوق امس صراحة جسمي متكسر مرة، بس ان شاء الله راح احاول اسوي اشياء حلوة باذن الله. وطبعا التمرين راح يكون على النطيطة، اخترت تحديات من سناب شات، اخترت 3 تحديات فان شاء الله راح تشوفونها ونخليكم مع الفلوق. اول تحدي اللي هو اني اتشقلب على ورا برجل واحدة، فالحين راح احاول اني اسويه. اوكي عيال، كذا سويت التحدي الاول، الحين جاء وقت التحدي الثاني اللي هو تقلب على قدام بعدين على ورا بعدين على قدام، فبنحاول نسويه. اوكي عيال، كذا سوينا ثاني تحدي، فالحين راح ننتقل لثالث تحدي. طبعا عيال معلش اني ما سويت حركات اصعب من كذا، لكن ان شاء الله المره الجايه وعد مني اني اسوي حركات اصعب من كذا، لان رجولي شاده من الفلوق امس، ويعني احس ان جسمي متكسر شوي، لكني بحاول اني اسوي قد ما اقدر. فننتقل لثالث تحدي اللي هو انك تقرب على جنب برجل واحدة، فنشوف اذا اقدر اسويها ولا لا. فكذا يا شباب الحمد لله سويت الثلاث تحديات كلها، فالحين راح احاول اعلمكم اساسيات الباركور او حركتين من اساسيات الباركور، وكل مقطع راح احاول اعلمكم حركات باركور، يعني حركتين ثلاثة كل مقطع ان شاء الله. فاول حركتين من اساسيات الباركور، اول شيء اللي هي النزول، لما تنقز من مكان لمكان ثاني كيف تنزل. طبعا الحين راح اوريكم كيف الطريقه بالضبط، وراح احط الكاميرا تحت عشان تشوفون اكثر. فزي ما شفتوا يا عيال كذا النزول، اللي تنزل اذا جيت تنقز من مكان مرتفع الى مكان منخفض تنزل على مشط رجلك، ما تنزل على كعب رجلك. اكبر غلط الناس يسوونه انهم ينزلون على كعب رجلهم، هذا اكبر غلط. فاذا نزلت على كعب رجلك لا سمح الله راح تجيك اصابه في ركبتك، فحاول انك تنزل على مشط رجلك. فكل مره راح نزيد الارتفاع الحين وتشوفون كيف اني راح اتجنب الصدمه من الضربه، من ضربه الارض. شفتوا كيف ثنيت رجلي؟ كل ما ارتفع المكان اثني رجلي زياده علشان تمتص الضربه. اول ما تنقزون تقدرون تستخدمون يدينكم. فزي ما شفتوا اول ما نقزت قدرت اني استخدم يديني علشان تعطيني الدفعه واقدر اركض واكمل ركضتي عشان اقدر اتوازن. اول اساسيه بالباركور اللي هي لما تيجي تنقز من مكان مرتفع لمكان منخفض انقز واهبط على مشط رجلك، فهذا شيء مهم يعني اي واحد يبغى يبدا الباركور، فان هذا شيء المبتدئين مره. فالحين نروح للحركه الثانيه اللي هي الدحرجه. فالحين الحركه الثانيه اللي هي الدحرجه، فالحين بحاول اني اشرحها بالكلام، بعدها ببدا اطبق واوريكم كيف الطريقه بالضبط. فاول شيء متى تستخدمونها؟ اذا جيتوا تنقزون من مكان مرتفع شوي لمكان منخفض فما يمديكم تنزلون بس على مشط رجلكم، لان خلاص بتطيحون وبتطيحون على ركبتكم، يعني اول ما تضربون راح تضربون بقوه، فالدحرجه هي اللي راح تمتص الضربه وراح يمديك تكمل ركضتك وراح تقلل عليك الصدمه. اول شيء تحتاجونه تحطون يدكم على شكل مثلث زي كذا، شفتوا شلون؟ فعلى حسب انت وين ترتاح، على اليمين ولا على اليسار؟ انا عن نفسي اسويها على اليسار كذا، خلي ركبتك اليمين فوق وركبتك الثانيه تحت، هذه كبدايه كاساسيه وبدايه في الدحرجه. فكيف تسويها بالضبط؟ تجي تحط يدك زي كذا على شكل مثلث، تحطها على قدام شوي، ترمي جسمك على قدام شوي، وتبدا ايش؟ تدحرج على الجهه هذه زي ما تشوفون الحين بسويها زي كذا. فالحين راح اشرح لكم اياها بالكلام زي ما طبقت قبل شوي. فتمشونها من على يدكم الى ظهركم، من هنا على ورا من ظهركم الين ما تنزلون تحت الين رجولكم، بعدها يمديكم تطلعون وتركضون. فالحين ببعد الكاميرا عشان تشوفونها بالضبط على جنب زي ما تشوفون زي كذا. بعدها حط يدك، اول ما تحط يدك ادفع رجلك اللي ورا، ادفع رجلك اللي ورا زي كذا زي كذا وقفت. فاول شيء ابدا بالدحرجه وانت قاعد، بعدها وقف. فالحين بسويها، فحاولوا تسوونها على سرير او على مرتبه زي كذا عشان ما تصقعون ولا تجيكم اصابات وتقلون من خطورتها. ف اهم شيء فيها ان راسك ما يصقع في الارض، اذا راسك صقع في السرير او في الارض اعرف انك قاعد تسويها غلط. فهذا هو يا شباب كان شرح للدحرجه، فاتمنى انكم استفدتم مني. صح اني انا ماني ما وصلت لمرحله التدريب ولا وصلت لمرحله اني احتراف او هذا الشيء، لكن اعطيتكم على قد اللي عندي، فاتمنى انكم استفدتوا لو شيء قليل على الاقل. فالحين الشباب يستنوني برا، راح اطلع لهم ان شاء الله وراح نتوجه الى الجبال ونتمرن باركور هناك، ولا ننسى النقيزه اللي هي على البحر، فان شاء الله نسوي حركات حلوه هناك. فالان متوجهين الى الجبال.
بسم الله تونا واصلين الجبال. يا درجة حرارة كم؟ يمكن 50 ساعة 50 ها؟ والله حر مرة، شمس صافقة. الساعة كم الحين؟ الساعة 1 الظهر. جايبين هذه أرضية عشان بنسوي حركات، فإن شاء الله الحين هذا هو المكان عيال. مكان كويس حق باركور هذا في الجبال، صراحة مكان رهيب، وبنشوف أماكن كذا حلوة نسوي فيها حركات باركور، ونخليكم الحين مع لقطات. والحين جاء وقت النقيزة على البحر. الحمد لله يا خلصناها وضبطناها، لكن في مشكلة أنا ما كملناها من هنا. شوفوا ما جت كاملة عشان ثقيلة مرة، فحطينا تنتين عشان لا قدر الله صار شيء ولا شيء. وزي ما تشوفون هذا هو نقعد هنا على البحر زي ما تشوفون هذا هو. هذه ضريبة طيحت الظهر والله. عيال ترسع توسيع مو بصاحي. قبل شوي بحاول اسوي حركة جديدة، تحمست وجبت عيد، فلا حد يجرب عيال هذا الشيء، لا حد يجربه مرة. الحمد لله توني راجع البيت، وقبل أن أنهي المقطع في شيء حاب اتكلم عنه. طبعا يا شباب في سلسله ودي اسويها اسبوعيه، اللي هي اني ودي اشوف موهبكم وابداعكم في الباركور. تقدر ترسل لي الفيديو عن طريق الايميل بالوصف او عن طريق الانستغرام تسوي لي منشن، فخلونا نشوف ابداعكم ومواهبكم. ودي اشوفكم انه وانتم تتمرنون باركور والحركات اللي تسوونها، وانا داعي ان في كثير يتابعوني صراحه مبدعين. فهنا يا شباب وصلنا لنهايه المقطع، صراحه قبل أن أنهي المقطع حاب اشكركم كلكم على الدعم والتفاعل اللي قاعدين تقدمونه لي. الفلوق الماضي تقريبا وصلنا 5000 لايك، وصراحه حاب اشكركم كلكم، يعني شيء والله ما ادري ايش اقولكم صراحه، والله شكرا من القلب. فهنا يا شباب وصلنا لنهايه المقطع، فاتمنى اذا المقطع عجبكم لا تحرمونا من دعمكم، وفمان الله. I feel paralyzed.